ثلاثة نقاط مهمة ياسر معتها للمورال سي تريز امبورطون باش يكون ثم ماراثون تاع مقابلات. هذا يعطي دفع للإطار الفني واللاعبين وكذلك للجماهير، وإن شاء الله معناتها تكون انطلاقة طيبة باش نجنيو أكثر شيء ممكن من النقاط في الماراثون هذا. صحيح بالميوتون ما كناش كوم الفو بحكم اللي يعني قعدنا ثلاثة جماعات مرتاحين، نقص شوية في مكشر الريتم. دوزيميوتون ظهر لي هبطنا عازمين، وديجا في الستير فان برشا كلمة قال بيناتنا وبين الممرن، ويعني حطينا يعني شفنا فاش غلطين وفاش صحاح، وقلنا يعني نبطو يعني في كش دوزيميوتون نبطو كوم الفو باش مركيو بونت. عملنا اون تامبي مركينا بونت وقعدنا نلعبوا الحاجه الباهي اللي شدينا كره وقعدنا نلعبوا وخلقنا الثاني والثالث. نقصتنا شويه فهمت كل شكل اللمسه الاخرى، ان شاء الله بالماتش تتصلح ان شاء الله. الحمد لله انتصار مهم في ماتش كيما هذا ماتش بيج، دونك البريز امبورطون هذا واحنا بتو بوان وقدمنا اداء طيب اون ديزيمي تون. دخلنا دخله خايبه المكتعرف عنا برشا بعد على الكومبيتيسيون، دونك توا بشوي بشوي باش نرجعوا للكومبيتيسيون باش نرجعوا نسنسوا بعضنا، فلسفه جديده وانطونيو جديد، نحاولوا معناتها نطبقوا تعليمات ونحاولوا نتعلموا منه، هو يعطينا البلوس ونحن نمشيو معاه في الثنيه. دونك ان شاء الله توا نعودوا نجسموا الفرص وان شاء الله نابليكيو اكثر باش نمشيو لبعيد وفي قدم مباريات ننتصروا بس معناتها بريحيه. خذوا لو تران مارش سي لا سعد وستاف اللي معاه اربع ايام خدمه، بدا يتعرف شويه على الجروب سي با فاسيل. الحمد لله الاولاد اليوم ما قصروش، بون سي فري كون اتروفي كلكو ديفيكولتي في الماتش، مي راك تشوف المستوى متقارب، الجمعيات الكل قاعده تفك في تروح معناتها بالسيف. هذه حاجه باهيه باش يخلي العباد الكل تخدم سيريو ويفهموا اللي كل تروحوا وما عادش فما منافس بعيد ياسر على المنافسين الاخرين، وخلي الكل مير غاني. ثم حاجه في الكره يلزم نحترموا المنافس، احترام المنافس راه من 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 اولويات الكره باش يخليك تمشي لبعيد. ثم برشا حاجات مازالت قدامنا باش نخدمهم، كما قلت لك هذول السي لاسعد يعرف الكره في تونس، يعرف حقائق زاد اش فما في تونس، يعرف نادي الصفاقسي. قدرة ربي نحن اللي كادر نحاولوا مش نعاونوه، وان شاء الله بقدرة ربي نصور ثم كان الخير القدام. وكما تعرف زي المباريات توا صعاب وديما كي نبداو بانتصار ونربحوا تكون الخدمه وتكون الكوميونيكاسيو عاش ان شاء الله. اكيد الحقيقه كي باش تحكي معناها كوتي في كاسيتي قدام الكاس سيرتو في البلاريتي ناقصين الحقيقه، السنه مازال ما ماركين عندها بلاريتي، مزاد خدمه قدامنا كما تعرف معناها كنا مع انطونير تو مع انطونير جديد، انطونير جديد عنده نقولوا نحن عنده بثه اخرى نتاع كوره، عنده خدمه اخرى سيرتو في البلاريتي. نحاولوا الحقيقه نركزوا اكثر و مش نقول لك هذول هذه خدمه نتاع جروب كامل كي سوا اللي باش يلعب البلاريتي واللي بيستقبل الكره.